الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا بذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع صفاته، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فأؤكد أننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني. ليس على الدين ولن تكون أبدا، إنما هي ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب، ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد، علما بأننا قد استطعنا بفضل الله عز وجل في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية الدعوية أن نبني نسقا معرفيا مستنيرا يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فقه الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية، ومن الثقافة المغلقة إلى آفاق الثقافة الرحبة بما يسهم في بناء الشخصية الواسعة الأفق القادرة على فهم التحديات وفك شفراتها ووضع الحلول المنطقية لمعالجتها، والانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، بل من فقه ما قبل النظام العالمي إلى فقه ما بعد النظام العالمي، مؤكدين أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالما كان أم مفتيا أم سياسيا أم إعلاميا لابد أن يكون واسع الأفق ثقافيا ومعرفيا، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بالأمر المفتى فيه، حتى لا تصدر بعض